ذكرنا أنه بتأسيس دولة إسلامية ذات 500,000 مسلم نحتاج إلى حركة إسلامية عالمية تتمكن أن تكون مقدمة لمثل هذه الدولة. ذكرنا أن هذه الحركة تحتاج إلى أسس، من جملتها التوعية العامة، ومن جملتها التنظيم، ومن جملتها مراعاة أصول الحركة العامة، وذكرناها في حلقات. الأساس الرابع هو اتخاذ السلام شعارا وبطارا، فتبنى الحركة على السلام. وتكلمنا حول هذا الأساس في حلقات. الحلقة الليلة حول أنه لا يكون السلام إلا بأن يفكر الإنسان تفكيرا متزنا ويعمل عملا متزنا بعيدا عن المداهنات وعن الاعتباطات وعن الافراطات وعن التفريطات. اما ان الانسان يرى كل خير وفضيلة في نفسه وجماعته ويرى الآخرين لا فضيلة لهم، بل أو يراهم وهم منغمسون في الرذيلة، فهذا الفكر المنحرف الملتوي لابد وأن ينتهي إلى غير السلام، العداوة، البغضاء، الشنآن، الابتعاد، الحمز، اللمز. ومن المعروف أن 3 أشياء قليلها كثير وحقيرها كبير: النار والعداوة والمرض. فلربما نقاب صغير يحرق مخزنا من الخشب فيه 10 الأكمام، وربما مرض صغير ينتهي إلى الموت، وربما عداوة صغيرة ناشئة من كلمة نابئة أو من عدم احترام في مجلس أو نحو ذلك تنتهي إلى سفك دماء. وقد ذكر المؤرخون أن حرب البسوس، وهي حرب دامت 100 سنة كما ذكره بعضهم، كان ابتداؤها أن رجلا من قبيلة رمى نبلا إلى ثدي ناقة، فسبب ذلك أن الطرف لتلك الناقة قتل ذلك الإنسان الرامي، وعشيرة الرامي قتلوا من عشيرة الناقة، وهكذا دواليك. وقد دامت الحرب 100 سنة، والشاعر يقول: ومعظم النار من مستصغر الشرر. ولذلك على الإنسان
أن يفكر تفكيرا موزونا حتى ينتهي إلى عمل موزون، أما أن يفكر تفكيرا منحرفا ملتيا إفراطيا وما أشبه، فإن ذلك لا ينتهي إلا إلى العمل المنحرف. إن العداوة المضادة للسلام، وهكذا يجب على الإنسان إذا أراد أن يقوم بحركة إسلامية عالمية تنتهي إلى حكومة 1,000,000,000 مسلم، أن يتخذ السلام شعارا ودفاعا في القول والعمل والتأليف والحركة والسكون وغير ذلك. وكلمة عيسى عليه الصلاة والسلام إنما هي إلماء إلى هذا الموضوع. ففي الحديث أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال: إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فخذ له خدك الأيسر. إن عيسى عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يقول للضعيف المظلوم كن ضعيفا مظلوما مضطهدا، وإنما يريد معنى آخر، وإليه ألمع القرآن الحكيم حيث قال: وأن تعفو أقرب للتقوى. العفو يعني عن ماذا؟ يعني عن الظلم. فعيسى عليه الصلاة والسلام أراد للمسيحيين الذين التفوا حوله من الحواريين ونحوهم، أراد لهم أن يلتف الناس حولهم، ولذا علمهم السلام إلى هذا الحد. ونجع عيسى عليه الصلاة والسلام أن نرى اليوم أكثر من 1,000,000,000 إنسان يحترمون عيسى. 1,000,000,000 المسيحيون، 1,000,000,000 المسلمون، وكذلك جماعات أخر من عقلاء البشر ولو لم يكونوا مسيحيين ولا مسلمين يحترمون عيسى عليه الصلاة والسلام احتراما بالغا. من أن يكون الإنسان الذي يريد الله واليوم الآخر ويريد للإسلام التقدم وللمسلمين النجاة، يجب على مثل هذا الإنسان أن يتخذ الشعار والاتزان الذي ينتهي إلى الاتزان في العمل، الاتزان في الفكر ينتهي إلى الاتزان في العمل، يتخذه شعارا ودفارا. وفي كلمة جميلة أخرى مروية عن المسيح عليه الصلاة والسلام أنه مع جماعة من تلاميذه مر على بعض اليهود فقالوا فيه شرا، فقال عيسى عليه الصلاة والسلام فيهم خيرا. بطبيعة الحال الخير الصادق، مثلا قال لهم أنتم أهل الكتاب، أنتم كذا أنتم كذا، لأن الأنبياء والأئمة في قمة الصدق والحق. إن اليهود قالوا فيه شرا، فقال المسيح فيهم خيرا. فقالوا له: يا روح الله، يقولون فيك شرا وتقول فيهم خيرا. فقال كلمة جميلة وما أجملها من كلمة، قال: كل ينفق مما عنده. يعني هؤلاء انطووا على السوق ويترتبون بالسوق، وأنا منطوي على الخير فأنفق من الخير. فكما أنه الإنسان الفاقد للدينار لا يتمكن أن يعطي دينارا، والإنسان الواجد بالدينار يتمكن أن يعطي دينارا، والإنسان الذي عنده عقرب لا يتمكن أن يبدلها ذهبا وفضة، فإذا أعطى عقربا. كذلك
النظر، السماع، اللفظ، القلم وما أشبه، إذا كانت منبعثة عن قلب مليء بالخير والرحمة لا يحصل منها إلا الخير والرحمة. وبالعكس، إذا كان القلب مليئا بالشر والكذب والبهتان وما أشبه، فإن اللسان وسائر الجوارح لا تعطي إلا من ذلك القلب. فأراد عيسى أن يعلمنا إن لم يكن الطرف من أهل الخير فكن أنت من أهل الخير. وفي حديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بهذا المضمون، وهو أنه إن كان طرفك ليس أهلا للبر فكن أنت أهلا للبر، وهذا من خلق الله تعالى. وفي حديث تخلقوا بأخلاق الله في دعاء رجب، يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحملا منه ورحمة. الله يعطي المؤمنين، يعطي الذين لا يعرفون الله ولا يعادونه، ويعطي حتى للذين يعادون الله. وفي آية قرآنية إشارة إلى ذلك، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. الله يعطي المؤمن ويعطي المستضعف الذي لا يعرفه ولا يعاديه، ويعطي الكافر المناوع له. فإذا أردنا أن نتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى يجب أن نكون موزونين في التفكير وموزونين في العمل، لا أن نرفع أصدقاءنا إلى أعلى عليين ونغمض العين عن الحياديين، فكيف بالأعداء؟ كل شيء يجب أن يكون موزونا. ومن فوائد الإنسان المتزن في تفكيره وفي عمله أن الناس يرضون به حتما ويلتفون حوله، أن هذا الشيء يحتاج إلى ضبط للأعصاب وتحمل للنقد، وكلاهما صعب، لكن الصعب يأتي بالنتيجة الحلوة. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث رأى فاطمة عليها الصلاة والسلام تكبح وتقعد، قال لها: بنية تعجلي مرارة الدنيا لحلاوة الآخرة. المرارات تعطي حلاوات، إن أي مهندس أو طبيب أو محام أو رياضي أو فقيه أو خطيب بارع أو مؤلف قدير لم يصل إلى ما وصل إليه إلا بالأتعاب. وكذلك إذا أردنا أن نصل إلى حكومة 1,000,000,000 مسلم بإذن الله تعالى، ذلك يحتاج إلى ضبط الأعصاب، الاتزان في الفكر، تحمل النقد، حس الإقناع للناس، لا الاستبداد والديكتاتورية وما أشبه. لأن الاستبداد والديكتاتورية والإفراط والتفريط في التفكير وفي العمل وفي القول وفي الأجهزة لا تنتهي إلا إلى نتائج سيئة. الشاعر يقول: للمتقين من الدنيا عواقبها، العاقبة للمتقين. وفي حديث آخر، المسيح عليه الصلاة والسلام ألمع إلى أن جزاء السيء السوء، فمر على قتيل
فقال من قتلت حتى قتلوك؟ ويأتي يوم يقتل مقاتلك. هذه على نحو القضية الطبيعية، فإن الإنسان إذا أساء أسيء إليه، وأن الإنسان إذا قتل بغير ذنب يأتي يوم أن قاتله يقتل. وفي حديث بشر القاتل بالقتل والزاني بالفقر، القاتل يأتي يوم يقتل، والزاني يصرف ماله في الزنا والبغاء ويستزيد من ذلك حتى يفتقر. وأينا رأى قاتلا لم يقتل؟ وأينا رأى زانيا مصرا على زناه لم يفتقر؟ إننا رأينا القتلة قتلوا والزناة افتقروا، وكفى بهذا عبرة. فمن شروط الحركة الإسلامية العامة اتخاذ السلام من هذه الجهة أيضا، أي من جهة الاتزان في الفكر وفي العمل وإعطاء كل شيء حقه. وفي القرآن الحكيم لا تبخسوا الناس أشياءهم، يعني أن تألفت كتابا تمدح نفسك بسببك أو بسبب أصدقائك. ثم إنسان آخر كتب 10 كتب غير مستعد أن تمدحه ولا بقدر الكتاب، هذا الإنسان جزاؤه أن لا يتقدم في الحياة. بالإضافة إلى أن الناس ينفضون من حوله ويعرفونه بالإفراط والتفريط. ولذا اشتهر عند علمائنا أن مرجع التقليد وإمام الجماعة والقاضي يجب أن يكونوا خالين عن الحب والبغض. يريدون بذلك حبا اعتباطيا وبغضا اعتباطيا، لا ينساقون وراء العاطفة، وراء الأهواء، وراء الأصدقاء مصادمة الأعداء بأكثر من حقهم، وإنما إعطاء كل شيء حقه. نسأل الله أن يوفقنا لمثل هذه الحالة، وإن كانت من الصعوبة بمكان. وقد ذات ليلة أن رجلا قال للشيخ المرتضى الأنصاري معرضا له، قال الإنسان يصبح عالما سهل، أما أن يصبح إنسانا محال. يريد أن يقول أنت الشيخ المرتضى الأنصاري عالم، وهذا سهل، ولست بإنسان، لأن أن تكون إنسانا محال. الشيخ أجابه بجواب موزون متزن جميل حقيقي، قال له أن يصبح الإنسان عالما صعب، وأن يصبح الإنسان إنسانا أصعب منه. وهذه حقيقة، لأن الإنسان يجب أن يجاهد 50 سنة و60 سنة ليل نهار حتى يصبح إنسانا متزنا موزونا. أما أن يصبح عالما فمن الممكن بدون أن يصبح إنسانا. نسأل الله أن يجعلنا إنسانا. وفي كلام الإمام أمير المؤمنين في شعر مروي له يخاطب ولده الحسن، أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر. نسأل الله أن يوفقنا لمراضيه، وأن نتمكن من تأسيس الحكومة الإسلامية العالمية كما يحب ويرضى. اللهم ما نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله.
فتجعل ما فيها من الدعاة إلى طاعتك القادة إلى سبيلك، وترزقنا كرامة الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.